مساء الفل. عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، الاباده الجماعيه. الاباده الجماعيه بتبدا رقم واحد بالتقليل من الانسان، يعني هو بقى شايفك اقل منه، يعني في عنصريه او في فصل عنصري او انه شايفك زي الحيوان، وده حصل. ان مايم ان ديلك الكل سجور، نحن نلخمين بخيوط ادم ونحن نهاجم بيت. تاني حاجة بياخد دعم أو تحريض دولي، دولة عظمى، دولة قوية. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. I've just spoken with Prime Minister Netanyahu to assure him of the UK's steadfast support. رقم تلاتة إنه بيبقى أقوى منك عسكرياً أو بالعتاد أو بالعدد. والثلاث حاجات دول اتحققوا في غزة النهاردة، فمش هنسمح أبداً إن يحصل إبادة جماعية. رواندا حصل فيها إبادة جماعية ومات فيها 1,000,000 شخص. كمبوديا حصل فيها إبادة جماعية ومات فيها 40% من تعداد السكان. العالم مستني. It's not easy to take in the blood on the clothes, the stained altar, and the remains.